السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي تعمل ابديت لكل برامج اوتوديسك مرة واحدة؟ يعني ممكن بدل ما تفتح الريفت تعمل ابديت وكاد تعمل ابديت والحاجات ديت، لا مرة واحدة. هقول له اوتوديسك ديسك توب اب دي ابلكيشن، هيبدأ يجيب لي الشاشة ديت، هيجيب لي كل برامج اوتوديسك اللي مسطبها واللي انا مسجلها بالحساب بتاعي. مجرد بس ان انا ادوس عليه اقول له ابديت، يعني ممكن اقول له افتح البرنامج دوت لو في اي، او سطب لي البرنامج دوت، يروح سطب لي سيجي دي ماكس. هتلاقي في بعض الحاجات محتاجه ابديت، مجرد بس بدل الكمبيوتر انستول دي هتلاقي ابديت ماي ابديت. تقول له مثلا عايز اعمل ابديت للركاب، عايز اعمل ابديت للانفرا وركس، تبدا بالحساب بتاعك. ممكن تغير الحساب، تقول له ساين اوت وتدخل في حساب جديد للبرامج اللي انت مسطبها عندك. اي واحد فيهم تقول له ابديت يبدا يعمل لك ابديت على طول. انا دي بقى بيجيب لك الادوات، ممكن تكون مثلا عايز تفتح برنامج معين، او بيقول لي في ست برامج المفروض تعمل لهم ابديت، فبتدوس كده يبدا يعمل لهم ابديت.